حلوة العشر دقائق بمكوناتها المتوفرة في كل بيت، سهلة وسريعة التحضير. هشيشة ومقرمشة، دوا زيتي ديال الدراويش، يستحق التجربة. لهذا سيدتي تبعي معايا الفيديو من الأول حتى الآخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. ما تنسوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط، وبالبارتاج علاش لا، باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا ومية ألف مرحبا بالمشتركين الجدد لأول مرة كينضموا القناة وعجبهم أكيد المحتوى. ما عليهم إلي فعلوا جرس فضلا وليس أمرا باش يوصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة السورية. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش نصليو على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبداو بركة الله ونقولوا بسم الله بالمكونات والمقادير وطريقة التحضير في نفس الوقت. وأول حاجة كنحتاج هنايا لواحد البول أو واحد الإناء اللي غنمزج فيه المكونات. عندي هنايا جوج حبات من البيض، كيف ما يمكن لكم ديروا غير بيضه واحده فقط. انا درت هنايا بيضه واحده كامله، وبيضه درت غير البياض ديالها، وغنحتفظ بالصفر للتزيين. يعني ممكن ديروا غير بيضه واحده اللي كتستحق هذه المكونات ديال هذه الوصفه. بالنسبه للصفر كيبقى مرحله اختياريه في التزيين، لهذا ما كنبغيوش نضيعوا داك البياض ديال البيض اللي كيبقى من الصفر، وكنضيفوا لهاد البيضه كامله. عندي نصف كاس من عبار الكاس ديال العنبه من السكر الخشن اي سنيده، ما يعادل تقريبا 70 غرام ديال السكر. كذلك كنحتاج ربع كاس من عبار الكاس ديال العنبه من الزيت، ثم كنحتاج ل 125 غرام من الزبده ديال العلب، اي 3 ديال المعالق يكونوا بومبي كبار ديال الزبده. الباكيه اللي كتكون فيها 250 غرام كناخذوا غير النصف ديالها. عندي هنايا نصف خماره من فئه 8 غرام، اي كنحتاج غير 4 غرام فقط من الخميره ديال الحلويات. كذلك كنحتاج هنايا شوكولا حبيبات اي فيرميسيل، ولكم الاختيار، ممكن ديروا شوكولا حبيبات اي فيرميسيل، ممكن ديروا سمسم اي الزنجلان. عندي هنايا جوج معالق كبار ديال الشوكولا فيرميسيل، ثم كنبقى نضيف هنايا الدقيق، والدقيق غادي نضيفوه اكيد بالتدريج. بالنسبه للشوكولا فيرميسيل باش ما يذوبش معاكم وما تلونش لكم العجين، ديروه في المجمد قبل ما تخدموا به، او ديروه في المجمد كذلك ودردروه مع الطحين. تاخذوا واحد الكميه لا باس بها من الدقيق وتفندوه في الدقيق مزيان مزيان، عاد ضيفوه المكونات. يعني الا ما كانش نوعيه جيده باش منين نكونوا كنمزجوا هذا العجين ما يتلونش لينا، يبقى في اللون ديالو، وداك الحبيبات ديال الشوكولاتة فيرميسيل يبقاو بارزين وباينين كيف ما كيبان لكم في الصوره. انا عندي نوعيه جيده، وكذلك وضعته في المجمد، كان في المجمد، يعني ديما كنحتفظ به انا في المجمد هو والبيب شوكولا، باش منين كنحتاجو كنلقاه واجد. بالنسبه لكميه الدقيق اللي كفاتني كيف ما كتشاهدوا معايا، ما بين 300 غرام ديال الدقيق حتى ل 350 غرام. نتوما غتبقاو تضيفوا الدقيق بالتدريج، وانتوما غير كتلموا هاد العجين، ما كتعجنوهاش وما كدلكوهاش، يعني غير كنجمعوها فقط حتى كنحصلوا على هاد القوام هذا، يعني تماما بحال القوام ديال العجينه ديال صابلي. كيف ما كتشاهدوا معايا، بعد ما جمعت العجينه ديالي مباشره كندير هنايا اما كيس بلاستيكي او البابي كويسو اي ورق ديال الفرن، وكنطلق العجين ديالي بالحلال اي المدلك. بالنسبه للسمك باش غادي نحلها كيكون شويه مرتفع، ما نديروهاش رقيقه بحال كيف ما كنطلقوا العجين ديال صابلي، وما نديروهاش عاوتاني سميكه غليظه كيف ما غتشاهدوا قدامكم في الصوره. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما طلقتها غنجيب هنايا اي طابع عندي، ممكن ديروا الكاس، انا كنت غادي نطبع غير بالكاس ولكن ما لقيتش العبار الصغير، تفضلت انا نديرهم، يعني هاد دوازاتي يكونوا حبات صغارين، يا راه اللي الحجم ديالهم راه كيتضاعف شيئا ما، كيجيو حليلوين وانيقين بهذا الشكل هذا. انا درت لقيت هاد الطابع عندي اللي هو الحجم ديالو صغير، كيف ما قلت لكم ممكن تطبعوا غير بالكاس فقط او باي طابع مفضل عندكم. كيف ما كتشاهدوا معايا، انا غادي نطبعها كلها هي، وغادي نوريكم حتى السمك ديالها اي القوام ديالها كيفاش خاصها تكون على هذا القوام هذا. نتمنى الصوره تكون واضحه والشرح كذلك اوضح. كنطبعها كلها هي، ثم كنجيب واحد لاطا اللي كنفرش ليها البابي كويسون، وماشي ضروري نفرشوا البابي كويسون، انا غير اللاطا ديالي شويه واكلين العصا ومع التصوير الى اخره، ضروري كنفرش البابي كويسون. نعاود نوريكم السمك ديالها كيفاش كيكون. كيف ما كتشاهدوا معايا كنهزها بكل سهوله، ما كتفتت لينا
ما كتشقق لينا غير نتوما منين تكونوا كديروا الدقيق حاولوا يعني دقه دقه عينكم ميزانكم كيف ما قلت لكم ما بين 3 الكؤوس ونصف من الدقيق او 3 الكؤوس يعني ما بين 350 غرام او 300 غرام ديال الدقيق وكنديروا كل شيء دفعه واحده كيف ما شفتوا قدامكم في لا فيديو ما كنديروش البيض وسنيده ونطربوا ونديروا الزبده والزيت ونطربوا كل شيء كنديروه دفعه واحده ومنين كنطبعوا داكشي اللي كيبقى لينا يعني ما كنعجنوش غير كنلموا بهذه الطريقه وكنرجعوا نطبعوا باش داك الحبيبات ديال الشوكولاته ما يذوبوش معانا وما تلونش لينا العجين كيف ما شاهدتوا معايا من بعد ما ساليت يعني عطاتني هاد اللاطه ولاطه اخرى يعني كتخرج لينا تبارك الله ما شاء الله كميه وفيره. كناخذ داك الصفار ديال البيض اللي خليته من داك البيضه الثانيه كيف ما قلت لكم ممكن تخدموا في هذه الحلوه غير العجينه غير بيضه واحده فقط هاد البيضه اللي زدنا غير للتزيين يعني كنحتاجوا الصفار للتزيين علاش لما نزيدوش داك البيض ما نضيعوهش لهذا كنديروا جوج بيضات. كناخذ هاد الصفار كناخذ واحد الشيته او واحد البانسو وكندهن به الحبات كلها يعني صفار البيض ما كنديروا فيه لا نسكافي لا حليب لا حتى شي حاجه كنخليوه كما هو. كناخذ هنايا واحد الفورشيت او واحد الكيردو وكنشكل هنايا خطوط بحال اللي كنشكلوا الفقاس تماما باش كيجيونا ملي كطيب كيجيونا هناك خطوط يعني التزيينه ديالها منها فيها كيف ما كتشاهدوا معايا. كناخذ هنايا فورشيت وكنشكل خطوط. الفران ديالي درتو يسخن في الاول فاش بديت كنخدمها لان ما كتاخذش منها وقت نهائيا في الخدمه ديالها ولا ملي كنطلقوها ونطبعوها ميم با واحد 5 ديال الدقائق كنكونوا كملناها. كندير الفران ديالي يسخن مزيان مزيان على درجه حراره 180 كنوضعها وكنقص النار يعني خصها تطيب على نار مهيله بحال اللي كنطيبو صابلي باش كتحمر لينا وكطيب لينا حتى من الداخل كتجينا مقرمشه كيف ما شاهدتوا معايا. من بعد ما دازت تقريبا 15 دقيقه على الطهي ديالها كنشعلوا عليها من تحت ومن الفوق وكنخليو النار مهيله حتى كطيب لينا وكتحمر لينا وكتاخذ لينا هذا اللون الذهبي كتجي من اروع ما يكون ومن اروع ما غتجربي ومن اسهل ما غتجربي في حلوه دوازتي ديال الدراويش اللي مكوناتها ان شاء الله يكونوا متوفرين في كل بيت. كيف ما كتشاهدوا معايا المنظر ديالها كيجي رائع والشكل ديالها كيجي انيق سهله واقتصاديه وبزاف لذيذه. ولكم الاختيار كنعاود نكرر كيف ما قلت لكم ممكن ديروا حبيبات ديال الشوكولاته فيرميسيل او ديروا الزنجلان او اي نوع ديال المكسرات انتما لكم الاختيار. كنتمنى تنال اعجابكم هذه الحلوه او هذا الاقتراح ديال دوازتي ديال اليوم وما تنساوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط وبالبارطاج باش تعم الفائده على الجميع. شكرا لكم المتابعه والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله على قناه سكينه السويريه.